غادي نهديها للجمهور شمس وللجميع. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. موطني 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 ذا الفداء، موطني 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 يا أنا. شكرا. محمد وسيم المشكلي، عندي 13 عام، كنقرا في مؤسسة صلاح الدين من مدينة تازة. أنا ديجا ملي كنت صغير، من صغري كندندن بزاف، ندخل للبيت نبقى نغني بجهد من صغري بحال هكا ديما. من بعد وليت كنطلع في المدرسة، في حفلات المدرسة، وتحت لي الفرصة أنني طلعت في المهرجان الدولي عصافير السلام. حضرنا لشهرين ديال إقامة فنية، قرينا فيها الموسيقى، تعلمنا بزاف د الحوايج، تعلمنا على فن الغناء الكورالي، الغناء الفردي، تعلمنا بزاف د الحوايج صراحة. كنا كنتكونوا 111 في دار التنمية، كل نهار الأربعاء في العشية تحت إشراف بطبيعة الحال الأستاذ عيسى والطاقم. كنت فرحان بزاف حيتاش أول مرة غادي نتلقى هذا العدد ديال التصفيقات وهاد الكمية بزاف، حيت أول مرة صراحة وتشوكيت شوية وفرحت بزاف. طبعا خلال الإقامة الفنية اللي حرصنا في جمعية ليلي أننا ننظموها هذه قرابة شهرين، وهي إقامة فنية كانت اجتمعوا فيها 111 طفلة وطفل من مجموعة من المدارس ديال مدينة تازة. الجميل هو أنه تبرزوا من خلالهم مجموعة من الأطفال، وكان أبرزهم وسيم اللي متعنا كثير في الحفل الختامي ديال الملتقى الدولي عصافير السلام. ماشي كنقرا، كنجي للدار، كنخدم التمارين، كندير كل شيء، ومني كتقالي شي وقيته في العشيه ولا كندير الموسيقى ضروري. تعلمت، كاين دي تيوتو في يوتيوب، تعلمت منهم الموسيقى، وغادي ندخل للمعهد باش نزيد نكمل الموهبه ديالي باش نسقلها. كاينه فكره، كاينه، نقدر نمشي نشارك. ما بعيدش في دفويس. وكنشكر الوالدين ديالي حيت هما اللي شجعوني وساندوني من الاول، من البدايه كنشكرهم بزاف. يا خلال الموهبة الصاعدة اللي غتقول الكلمة ديالها قريبا إن شاء الله، الفنان الطفل وسيم. وكنقول أيضا للآباء، هذه هي الفرصة في الأبناء ديالنا يزيدوا القدام من خلال المواهب، من خلال دور الشباب، من خلال العمل الجمعوي. شجعوهم على العطاء، وشجعوهم على الإبداع، وشجعوهم على يتعلموا الموسيقى، يتعلموا المسرح، التشكيل واللائحة طويلة. فقط هم محتاجين الثقة ديالكم، الدعم ديالكم، وأيضا محتاجين يقراوا بزاف، لأن القراية هي اللي غتخليهم إن شاء الله غدا فنانة كبار إن شاء الله.
شكرا.